هذا البرنامج برعاية مشروب الطاقة فايربول. عمي احنا عندنا طلاب وي بيت ابو شكر واليوم جايين ندقهم، بس منتظرين لزلمة الداقوق يجي حتى ننفذ. زين واحنا ايش ناقصنا حتى نجيب واحد يدق ويانه؟ لا يقول لك هذا الداقوق هو الوحيد اللي يندل بيتهم، بعدين مخبلها للعالم، يقول لك ماكو بيت بالمنطقة ما داقه، يدزون عليه بالمحافظات، يدزون عليه لكل مكان، هذا وين اجي؟ ما عندي فريق ولد سلام سلام. ما عندي بريك، ما عندي بريك. بويه كسرت حمامك. مينو كسر حمامي؟ انا على والدي كسر حمامي. لا كسرتهم وانا على والديهم. انت الداقوق؟ ايه هسه هاي ايه. لا وين سلاحك؟ وين السلاح يا ابو فطام؟ وين السلاح؟ من هاي العين لهاي العين. وهج وهج وليدي وهج. هلا هلا يا ابا الشعر وجرعتي. هلا ابو وليدي. هاي شنو جايب ابنك؟ بعدين انت شلون تخلي يعبر السلاح؟ انا فكرت قلت اعبر السلاح بيد وهج حتى الشرطة ما تلزمني. ها وابنك عادي يلزموه؟ دي خلي يلزموه ما يخالف، هن سنتين بالاحداث ويصير زلمة. هلا يا ابا الشعر وجرعتي. عمو انت شنو ما تخاف من السلاح؟ بتطلق على السلاح. اقول لك عمي انت داق بيوت قبل. احترم نفسك، انا عندي الدنقة زلاطة وهسه ادق لك اياهم. اطلع لكم اليوم ندقكم من البيت له. اي مو احنا ماخذين البيت مقاولة عمي، احنا جايين نرمي طلقتين ونولي. البيت وين؟ البيت؟ وين البيت يا ابو فطام؟ وين البيت يا ابو اخوان؟ ما حد يندل بيت ابو شكر؟ لا والله ما نندل، رحم الله والديكم. ابوي انا فكرت. هلا يا ابو الشعر وقرعتي. انا بالا بوتي انا خلي هذا البيت. هذا البيت. هذا البيت. هذا البيت. ها شنو؟ ايش كاتب على البيت؟ انا مو قلت لك اكتب مطلوب عشائريين؟ مو انا فكرت. كتبت على الحائط. يوجد لدينا كارتات من باب الاحتياط. بيش الكارتة بالخمسة؟ بسبعة ونص. ايش داوي؟ والفقير منين يجيب؟ انت شايك ابن الطراح؟ احترم نفسك. انت احترم نفسك. انا عيواني. بس بس. احترم نفسك. يا عمي. يا حال احنا سحب يا حال. فتحت اسواق؟ جاي نهددهم؟ جاي نبيع لهم؟ يلا فضنا. تدلل. إلى المدعو معود. أبو شكر معود تتشرف عشيرتنا لهذا اليوم بدك بيتكم بالطلقات، وهذا يتم حضور كل من عمامي أبو علاء ولك فضحتنا صاحب السيارة المرقمة ولك بغداد. بس عمي راح يشيلوها من وراك. لا تخاف وراك عشيرة بصمة. تدلل حسون شاجورين شاجورين شيك شيك إلك الله يا أبو شكر. بس بس لا حبيب ولا لك عمي هن طلقتين يا أبو على كيفك. أصعد دراجتك وروح. بس يا أبو شكر كنا ما عجبت الدنقة، لازم إحنا مو بعينك أنت وعشيرتك مو بعيني. احترم نفسك، ترى عشيرتك تشد عين الشمس على روحك. صدق الرمان المحصرم انطيني وليدي. لك وين ولد ولد عمي هجمت البيت، شكو صاير؟ ايش تسوون؟ عمي احنا طلابة حق وانتو مطلوبين للعشيرة، وقل له لابو شكر صاحب هذا البيت. يا ابو شكر ليش هذا مو بيت ابو شكر؟ لا عمي بيت ابو شكر بالفرع الورانة. هسه انا مطي انت شبيك؟ ماكو فرق كنا العراق. يعني هجمنا بيت الرجال وتقول له شبيك؟ عمي احنا اسفين خاف صوت الطلقات زعجك. لا والله ماكو ازعاج، بس بيت انهجم والطرمه تفلشت. لك انت بتسحون؟ شالين السلاح وتفترون؟
هذا اللي يسوونه جريمه تتعاقبون عليه 4 أرهاب. بعدين تعال، هذا الطفل منه؟ هذا وليدي وهج، والمفاجاه انا ابوه، جبته وياي حتى يصير زلمه. لك انت راح تسممون افكار هذا الجيل، حولت حياتنا غابه. اي مشكله تحلوها بالسلاح. باو عليك، انا خابرت الشرطه والقانون راح ياخذ مجراه. ما علي، يلا روحوا يلا. عم انت ايش سويت؟ احنا من وراك راح اروح بها 4 أرهاب. لا تخاف، وراك عشيرتك باب. ابكي فصل هالعشيره. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. ابتداء من هاي الحلقة والحلقات الجاية راح نفتتح دائما بموجز الأخبار، وأهم الأخبار ويانا بولاية بطيخ: مجلس النواب يختار برهم صالح رئيسا للعراق، وبدوره يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة. لحظة، عادل عبد المهدي والحلبونسي بذيك الدورة كان رئيس البرلمان من حزب الإسلامي ورئيس الوزراء من حزب الدعوة، هسه اثنينهم اوت. لكن احنا كصحافه مهنيه راح نتخذ طريق مهني في معالجه الموضوع. يعني عيب واحد يتشمت، الشماته عيب 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 عيب. الله 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 وياك، الله 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 وياك، الله 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 وياك، الله وياك. لا تشلب قلت لك عوف، اترك هالوزاره وروح، شوفني نظامك وين قصر بلا نجوح. روح روح يلا مع السلامة، بقينا بالبجامة، قابل تعمر بالحكم وتخلي بي علامة. روح روح الله 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 وياك، الله 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 وياك. شباب قلنا خنسوي موجز محترم، كافي هاي الصورة دا تعكسوها عنا انه احنا دق ورقص واحنا برنامج كوميدي هادف. ما يصير هذا الحكي، عيب. يمكن زحمة هالزفة، يمكن زحمة هالزفة، يمكن عافوا الغرفة. أفكر بالحكم طاير أتقلب وما أخفى. يمكن 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 خنقة العبرة حق الكتلة الحسرة. هذا الحزب الإسلامي ويا الدعوة لي مثل ما قلت لكم احنا دريد نسوي برنامج محترم، كافي دق ورقص. اذا بعد راح تلحون بهذا الموضوع ترى اطلع. الله 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 وياك، الله 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 وياك، الله 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 وياك، الله وياك. الخبر الثاني: بلغ تعداد بغداد السكاني 8 ملايين نسمة. 7,998,000 قاعدين بالبيت يوم الخميس، و2000 من الثمين يفطرون على المطارات. الخبر الثالث: مشعان الجبوري يعيد نشر تغريدة لخميس الخنجر، قال فيها: يعارض بعض المرتزقة عندما نسمي قواتهم بالميليشيات، ويريدون أن يلبسوها ثوب الطهري بدماء أبرياءنا، ألا ساء ما يفعلون. ايش تقصد استاذ مشعان؟ يعني هسه استاذ خميس قاعد بنص الميليشيات؟ يجوز اللي يتأكد بنفس الميليشيات لو لا. الخبر الرابع ويانا: عراقيون يوقفون قطارا على سكة الحديد ويرجعونه بقا ويفتخرون بذلك. يا بالقطار ارجع، انا بالقطار ارجع، انا ارجع. وللتعليق على الموضوع انضم لنا سائق القطار شخصيا، اهلا وسهلا بك. مساء القرنفل على عيونكم وعلى خشومكم وعلى حلوكم استاذ. اوكي. وعلى شعركم وعلى حواجبكم وعلى زلوفكم. زلف زلف حلاق انت لو سايق، الله يخليك. بالبداية أحب أسألك، يعني أنت صدق من كل عقلك وقفت حتى تسحب تريلة؟ أنت كرين حرامي بعد، خلي رقمك على الحيطان. يعني إذا واحد طلب منك شطل تطبق وتطي شطل؟ أنا بالعادة ما أقول لا. من كنت صغير يأخذون لفتي بالصف وما أقول لا، يأخذون المطارة ويحطوها بالرحلة وما أقول لا. احكي لي على الحادثة، أنت شنو معاناتك يعني بالسكك العراقية بشكل عام؟ أستاذ أنا من أفوت بالقطار يضربوني بطابوقة، طابوقتين مع الأسف. صح صح. 3 طبابيق. أي أوكي. 4 طبابيق. حبيبي. 5. حبيبي. 6. رجعت اللغوة مال محسوب. 7.
استاذ 8 9 10 استاذ حبيبي الله يخليك، خلينا نعتبرها 60 طابوقه حتى نكمل الحلقه. 61 لا حول ولا قوه الا بالله. 62 63 64 استوديو يا كبرى يا ارضى، ما بي بس كاميرا واحده، لا عاد وين نشنكت. تقدر تشرح لنا معاناتك بالضبط؟ انا راح اجاوبك بسؤال، ليش الاخوه مربين الاغنام يفتحون جوبة على السكة؟ أنا سامع دجاج بالتنور، كباب على الفحم، بس ما الجوبة على السكة هذه جديدة. ثانيا ما حد يجدد لي قطارات. مرة جابوا لي قطار من كوريا، القطار دام واحد أهل الواحد فصلة وزهينج يونغ، وقالوا لي إذا ما تجيب أمامك نروح ندق بيتكم بسيول. ثالثاً الجماعة بدوا يطبقون سياراتهم على السكة، أنا سامع رجع على السكين، بس مال سيارة على السكة هذه جديدة. ومو بس هاي، الموضوع بدأ يكبر، قاموا يسوون فواتحهم وينصبون الشادر على السكة، بحيث مرة من المرات طبيت بالقطار بنص الشادر، دفعت واجب وكملت طريقي. شكراً انضمامك لنا، خلينا نكمل أخبارنا. 65 66 67 68 شكرا 69 70 71 72 اطلع برا. اخ جرحت الدشلي، والدشلي هي العجلة اللي لك. ما بطلع برا. في زيارة غير مسبوقة خروف يزور مدرسة شمال الناصرية. الطلي زارهم، المشرف التربوي فضت يزورهم. الخبر اللي بعده، دراسة علمية، الرجل يقضي 360 ساعة سنويا في الحمام هربا من الواقع. انت ليش مهزوم؟ انت قاعد على الواقع شخصيا. الخبر اللي بعده، ارتفاع ملحوظ في أسعار الطماطة بعد أن امتنعت إيران عن تصديرها للعراق واكتفائهم بتصدير الموز والخيار بكافة أنواعه وأحجامه. حول هذا الموضوع ينضم لنا السيد محموس داخل، أهلا وسهلا بك. لحظة استاذ، بس اترجاك تذكر الاسم الثلاثي. انت اسمك محموس داخل. محموس داخل جدر. هذا حادث مو اسم. انت ازمة صاير استاذ. يا ازمة استاذ انا مضطهد. شلون مضطهد استاذ انا طماطة يعصروني يسووني معجون، بعدين يعصرون المعجون يسووني كتشب، بعد طلعوا من عندي نفط. انا اسف لان تنفعلت، بس احنا راح نتعبك بالاسئلة شوية. لا تعصرني عصر عادي، يعني ماكو مشكلة. عين حمس عين تقلا. بالضبط، ليش ارتفع سعرك من 500 دينار لل 3000 دينار؟ شنو السبب؟ استاذ انا استاهل 6000 7000 يعني. ليش؟ فهمني. بس اسمعني خلي اتداخل وياك. يعني خلي اسولف لك مواقف. اسمعني. لا خلي اتداخل وياك، بس اعطيني مجال. عين حمس عين تقلع. قول انت ليش ارتفعت هذا الارتفاع؟ انت ليش شايف نفسك مضطهد؟ انطيني اسباب يا اخي. استاذ على يا اساس الله يخليك يجي واحد بطران ساعه بالخمسة العصر ضاربه بخشمه ريحه الطماطه وصاح يمه سوي لي طماطه حمستني؟ اوكي زين، لاش عليش داعش انت داعش. بعد شنو المعاناه اللي عندك استاذ؟ مثلا الدولمه. استاذ الله يخليك استاذ، انا نحفر، انا يوميا نحفر لان الدولمه يوميا تنطبخ، نحفر ويحشوني تمن ويخلوني شنو نكهه، نحفر ومتعذب بالاخير اطلع نكهه، وهذا الاستاذ يقعد يوخر القشر وما ياكلني، ما ياكلني يوخر القشر. ما صح يعني ياكل بس التمن. بس التمن ترى والله ما يصير استاذ، وبعدين يجي البيت انجان محاربني. لا لا لحظة اريدك تحملني. عين حمس عين تقلا، عمر تعصرني عصر. في فترة معينة ردت بوق مهنة التبسي، حشوك بلحم مثروم ورادوا يسووك انت تبسي. احنا اصدقاء عمل، اي مشكله خاصه ما عندي استاذ احنا نجمع بالتبسي. زين البيتنجان يقول هو راح ينهزم هربا منك، شنو هذا الموضوع استاذ؟ هاي ناس تريد الطش، تريد تطلع، والله تهددت، والله ما ادري شنو، وما حد مواصل يمهم. استمر بشرح معاناتك. اشاعات استاذ، ناس تريد الطش، اشاعات استاذ. انا يجمعني وياه بس التبسي، بعدين على يا اساس وين العداله؟ ليش هو بيده وانا ازحلق واقع بالايد؟ ليش؟ نشكرك أخ محموز داخل جدر. حبيبي تعصرني عصر، عين حمس عين تقلا. نروح الفاصل بعد ما انتهت أخبارنا. نرحب بكم مرة ثانية. بما يخص موضوع تارة فارس الله يرحمها، احنا ما لحقنا بالحلقة اللي فاتت نحكي لأن الحادث صار بعد ما صورنا الحلقة. الجريمة كانت بشعة جدا، لكن احنا كبرنامج ما راح نحكي بأي تفصيلة ولا راح نعلق إلا بعد ما تصدر
نتائج التحقيق النهائية من وزارة الداخلية. الشيء المحزن بالحادث كان تعليقات الناس. يا أخي البنية ماتت، أنت ليش تسبها؟ بالنسبة لشبابنا اللي ماتوا واللي أنت حاطهم كل تعليق، دول أبطال، دول مكانهم الجنة، ما محتاجين تعليقك أصلاً. بس إحنا محتاجين أنت تعوف الكيبورد وتصير بطل مثلهم، تتخذ قرار بحياتك. أنا أتمنى من مارك يلغي التعليقات في الفيسبوك، بس إذا لغاها أنت وين تروحون؟ أنتوا عايشين على التعليقات. شكو خالف فهمني شكو مليان قهراني مليان إيدي فهمني صاير لك هذول أصدقائي دمروا حياتي تعليقاتهم بالفيس راح تخليني انتحر لك انزل منشور سياسي يقولوا لي احنا شعلينا معود يا مال سياسه انزل منشور ترفيهي يقولوا لي لك انت ما تستحي هو هذا منشور مو العراق محترق حرق لك انزل صوره رايح دازور كلهم يصيرون دبسزية براسي لك نزل صورة سهران بالملهى كلهم يصيرون مؤمنين براسي لك كثير يدون والله خبلوني ايد هدي اعصابك مو ذول اصدقائك لك يا بي انتو شنو ما تستحون لك والله مو صوتكم والله العظيم مو صوتكم لك انتو مال فيسبوك ليش احنا من طبنا للفيسبوك وسخناه لك مو بس وسختوا الفيسبوك من وراكم مليان طحالف مليان ما تستحي منزل صورة ابنك وفرحان احترم شبابنا دا تموت رحمة الوالديك ابني شاكر وهيب ابو بكر البغدادي ابني شعلي بالشباب اللي تموت هو طفل ورايح اول يوم المدرسه مليان فرح مليان كنت عار ما تستحي منزل صوره ابنك والبصره عطشانه دوبيش مليان نعثله مليان لك انت سويت للبصره سويت للعراق بالله ما تقول ليش قدمت يا اخي ما تشوف ذي قاعد بعدين انا من ورا الوطن ثلاث مرات الدوباره ماتت بيدي والوطن شعلي انت ضربت السيف غير ملتهي بأخبار الوطن وماتت الدوبارة بيدي لك بابا دعوف الدومنة قوم اتحرك قدم للناس هالشي بس بوز عدل شا سوى بعد ما تقولي شا سوى ثلاث بوستات نزلت على البصرة تبكي مليان آرو مليان والناس العطشانة بالبصرة لزمت بوستاتك وشربتها وشبعت مو تعال بابا تعال انت من نزل صورة ابنك شفتها ايه شفتها شبيها لك ابنك اذا نات كبار اذا هف بيهن يطير ابنك ما حد يقعد وراه بالسينما يحجب الرؤية ابنك إذا قعد بالكيط ثلاث نفرات إله ونفرين لذنه وينطل كرو بذنه للسائق لك مليان تنمر مليان لك انت صدق ما تستحي بابا طفل ابني يعني شو اسوي له ابيعه واشتري بمكانه طفل ماكس هاي خلقة الله وطفل لا طفل يوقف بعينكم لا شايب لا مره لا سيات لا دوات لا واحد يواسيني هذا الهبيك عيني يا مدرسة يا معود يرحمها لك يا مدرسة بابا ابنك فاشل والمدرسة فاشلة وانت فاشل وانت مليان فشل مليان اذا نبقى عليك نكتر روح نحسن لنا ليش انت تريد تعيش هسه تطلع منها تجيك طلقة تاهة لك بابا الشباب الزين راح وقت الخير راح التعليم راح الشباب الزين راحت الامان راح والدوشي ايش راح اذا دبسي ثاني اقلب الميز على راسك لك مليون جهارات مليون دي نزله هذا لك ابو الجهار تدلل علق فد يوم تعليق ايجابي تعليق بتفاؤل وكثافه الشار بكرهت الدنيا من وراك ايش تتفائل شعب ما يصير براسه خير شعب ما يصير لشاره ما بينا حظ راح نظل نرجع لي ورا نرجع لي ورا نرجع لي ورا هوب هوب راح تفلشها للريو لك بابا ما عندك حساسات خلفية كاميرا اقول لك شو اكتب لهذا امدحه لو اسبه لو انسخ نفس تعليقك واكتبه لك انت تبقى بلا شخصية اي ها زين تبقى بلا رأي اي ها لك شو وقت يصير عندك رأي خاص بيك الله ما ادري انت شو تقول شو وقت يصير عندك رأي خاص بيه لحظة لحظة يا اخي هذا الطفل خطيه ليش تجرحوه؟ ايه وقف ايش خبصتونا بالطفل هو زعطو لك انت شنو بس وقف هذا يسموه التنمر الكارتوني ليش مو الكابوني مليان سحت مليان لك قصدك الكتروني انت لحد الان من طلت اراء واحد عكس الاخ انا شعله يعني اسمع حكي واداور مثل السابس مال من بعده انت شكم دوخ روحك بابا هذا فاشل هو وابنه هذا فاشل هو وابنه الو شكو؟ خاله شكو؟ لا والله صار يا معود يلا هسه جاي تقول ابنك اندعم ودوه المستشفى اه مو اقول لكم هذا الوطن مصير لشاره هذا طفل يخبل
هذا مشروع دكتور. مشروع دكتور منو؟ هذا ابو ذانات الفاشل؟ طبعا ابنك يصير فاشل، بلد ما بمستقبل. زها حديد لو باقي هنا كان فتحت بيج مال منحفات رحمة الوالدك، فتصوره لابنك دكتب عليه رفاع. لك بابا يا رزاق، انت مخبر شبابنا الحلوين دا تموت ملتهن بهذا الطفل. شنو هذا؟ مو طفل عادي، هذا بطل. لا سحطور، لا بطل، سحطور بطل. انت دور وينك؟ طفل بطل. بس وقفوا هسه، انا ايش اكتب؟ بطل لو زعطوط. لكم شو ما تحترمون انتو؟ البلد بيا حال وانتم حيرين بهذا الطفل. لك هذا الطفل يسوى راسك، هذا ملاك، هذا بطل. يا اخي شلعتوا قلبي، انتم مو مال احترام. احسن شيء اروح اعلق عندي حبوب مال تنحيف مغربيه مجاوبه. مالا وكثافة الشاربي، انتو دواعش مع التعليقات. لكم اللي يقرا تعليقاتكم يخاف يمد ايده بجيبه، خاف يطلع لدحوش صغير. نروح الفاصل ونرجع. خلاف غير لازم لو تكون فاهية، لو تسوي نفسها تتعاجز. هو كل واحدة تريد تثبت نفسها بالبيت. الموبايل هذا طلع لنا جديد، إذا لازم تتشنى فلا أجوز تتنفرز من هذا الشيء. تشنى مو زينة، تشنى حاسب العمة وتضربها، دائما تخرب بينها وبين رجلها، أو توز رجلها على أمه. معلومة لازم تعرفها كل زين، البيت اللي بيه بس اثنين شناين مستحيل تتكون الكتلة الأكبر، لازمك واحدة ثالثة حتى يصيرون اثنين على واحد. وتابع المشي اليوم ايش تسوين بي؟ ما خليك على هذه الساحة اليوم. شوف ماكو جرس هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جانا بلاغ انه اكو بهذا البيت مشاجره واطلاق رصاص. لا ماكو شيء. لا عاد هذا اللي بوجهكم شنو؟ كلف حب الشباب؟ لا ماكو شيء. ممكن تسمحوا لي ادخل جوا اشوف شكو ماكو؟ لان هذا واجبي وانا ضابط من رخصتكم. لكماني المسكت بغداد الجديدة والبياع والدورة، أحل مشاكل أمهات السحورة. لكان ضابط وعندي زباين، أحل مشاكل الشناين. هي أم البلاوي سيدي. هي سيدي والله، هي وحدة مسمومة. بس شنو هاي السوالف مال مزعطة؟ شنو عندكم معركة؟ مستخدمين بيها كل أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا، بعد نص مساتر منا وساتر منا ووحدة تشمر على الخرمانات. احكوا لي شنو اللي صار ومو بكيفكم تحكون. احكي لي شنو اللي صار. سيدي تجاوزت على الجدول مال الدوري الاوروبي. مال غسل المواعين. شنو هو الجدول بالله؟ سبت واحد واثنين انا اغسل المواعين. وانتي؟ ثلاثاء واربعاء وخميس. والجمعه؟ احنا. والجمعه؟ احنا. هذا الصوت منين يطلع؟ سيدي اكو زلم هنا واقفه. الله بالخير، طارت الهيبه والسمعه. الزلم تغسل المواعين يوم الجمعه. سيدي انا غسلت المواعين سبت واحد واثنين والثلاثاء عافتهن. ليش بابا ليش عفتيهن؟ سيدي ما عفتهن، اخذت الزمنيه من عمتي ورحت للصالون. صالونات ام الوسخ. اي ام التجميل. ام التجميل احسن من ام الوسخ. كافي بابا، انت ليش مشيتي لي هذا؟ هي راحت للصالون، هي نص ساعه وترجع. سيدي والله مشيتها، بس هي من رجعت تقول لابنها اضرب اكثم بوكس. اكثم منه؟ ابني سيدي. اكثم وينضرب؟ اي مو كافي عليه اسم اكثم؟ بعدين هاي صفه مو اسم، يعني مثلا هيش تنقال. ما شفت ولد اكثم فايت منه؟ يعني تقلد على ابني سيدي؟ لا اقلد على مسميه هيك، هو منو سماه اكثم؟ احنا الجماعه لازم اسفنجه، وانت ابنك ليش يضرب اكثم؟ سيدي مو يحكي على ميسي. بلكي يشجع ريال مدريد وما يحب الميسي. سيدي لا، ابني اسمه ميسي. لازم ابوه جوارديولا وسماه ميسي. الله بالخير. لا عيني لا، انا اسمي الولد، انا متفقه ويا ابوه. لعد هو يسمي البنات؟ لا انا هم اسميهم. لعد هو يسمي بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجماعه لازم بعدهم في بي ان. الله بالخير. بابا اذا على شغله غسل المواعين الموضوع سهل ينحل. لا سيدي الموضوع اكبر، تقبلها اني اقعد من الساعه 7 الصبح وهاي ام الوسخ تقعد ورا العشرة يقبلها ضميرك؟ بابا انت ليش ما تقعدين وياها الصبح؟ انا اقعد بالعشرة على راحتي. اذا انت تقعدين بالسبعة وهي تقعد بالعشرة، لا عاد من يسوي رايوق؟ احنا والنعم. الله بالخير.
بابا انت ليش ما تقعدين حالك حالها ساعه بالسبع؟ ليش تقعدين بالعشره؟ هذا قراري ولازم يتنفذ. ليش من هنا يتخذ القرارات؟ انا اخذ القرارات المهمه. وهو ياخذ القرارات البسيطه؟ انا ما اخذ القرارات البسيطه. لا عاد القرارات المصيريه من ياخذهن؟ امي تاخذ القرارات المصيريه. الله بالخير. زلم بهارات النسوان تاخذ القرارات. سيدي لا تقبل هاي ام الوسخ من يجون اهلي، لو تحرق الاكل لو تخلي ملح زايد بيه. وانتي من يجون اهلي تطبين غرفتك ما تطلعين الا يرحون. يلا يلا. وانت شنو هنا واقفين مراقبين الخط؟ الله بالخير. باعوا العراق وضيمه ومشاكله يراد له برلمان، وانت نتشناين يرادك شن برلمان وعجن. تدرون انت شو راد لكم؟ فد نشاط تفرغون به هاي الطاقه اللي عندكم، يعني تسوون اي شيء تلتهون به. اي سيدي نزلنا باب جديد نلعب سوا. هي خوش لعبه هاي، على الاقل تطلعون طاقتكم السلبيه احسن ما تطلع على ذول المساكين. الله بالخير. سيدي هاي الخبيثة صوبت ومعالجتني. وانا لحق اعالجك وانتي نزلتي نبوشنكي ونسيتي من اجى الزون واخذتي السيارة وطفرتي. اهم شي طلعنا الاول عيني. قصدك انتي طلعتي الاول عيني. بس اذا اثنيناتكم طلعتي الاول عاد من انقتل؟ احنا. لا يا طاوات الله بالخير. اذا ما قعدت اثنيناتكم راحة وبطلتوا مشاكل راح اسوي بكم تقرير علاج اكثر من 21 يوم، واكتب بالتقرير شجار ادى الى سحجات وكدمات وكسور ورضوض، بس يشوف القاضي اثنيناتكم ووقفكم، واني 6 أشهر يلا سيركم، بس اللي لازمني عن هذا الموضوع شيء واحد. البيت من راح يكنسه؟ من راح يمسحه؟ احنا. باع راح اقول لكم كلمه للتاريخ، اذا سايب انقلبه تفجي والهوى صار شرجي والشاب صار حجي، أنا اليوم راح ألعب بيكم ببجي. الله. القلب نادم، الأخ نادم، الأخ راجع. بس أردفتهم ليش تخل نفسك بهذا الموقف المحرج؟ على مشهد الشناي لو على التحدي. لا على التحدي ما طول نجح التحدي، انطق بيضة ونشربها نقتل أخونا الصغير. ها تريد تلزم الترند العراقي حبيبي؟ إذا تريد تلزم الترند العراقي فعندك شغلة من 3 لازم تسويها. أولا تكتب خباثة أخوي الصغير، أو تقول شاب يعتدي على والده، أو تقول شوف صديق السوى بيه، ولازم كلهم بالأخير بين قوسين قصة حقيقية. هذا شنو عجبت لي هذا؟ هذا فايربول الشكل الجديد. إم هو أزيرة. تعال نجيب خلني توسان. اوكي شكرا جزيلا. جيب هذا. اسف. اوكي بشكل جديد. الشكل الجديد بيه فلوس الشغل. جدا طيب. اوكي بالك. شكرا جزيلا. السلام حبيبي. حبيبي هلا بيك. حبيبي هلا بيك. هلا ابو الخبزه، هلا باللي يجيب الاعلانات. سيون البرنامج الاعلانات وهاي التفاصيل من حلقه الجايه. اذا الولد البقيه ما جايب الاعلانات اطردهم كلهم. لا شكرا انا عايز اعيش. فالإحصاءات الرسمية وشبه الرسمية سجلت نسبا تجاوزت 25%. وهنا بالناصية عايفين عوائلنا وعايفين شو اسمه، وجايين هنا لا شغل ولا عمل قاعدين. ها يوم نشتغل يوم قاعدين، صارنا 3 أيام قاعدين. احنا قاعدين هنا لا شغل ولا عمل، عطالة بطالة، يوم نشتغل و5 أيام قاعدين. الحين راعي صيدلي؟ لا مو قوي البنادول. زين خلي طب بيطري؟ لا علاقته بيطري مو قوية. زين ما حد نفوت؟ لا يشلب بالملابس وتعال شي غسله. لكسيك حبيبي. شلونك؟ مبروك التخرج. الله يبارك بيك حبيبي. زواجك ان شاء الله حبيبي. الله وكفاتك ولا تنسي. اقول لك داز علي شو تريد؟ مصلحة لو بدون؟ لا بس جايب الاستمارة مال قبول المركز يريدك يساعدني بيها. تأمرني امر، انت ايش قد معدلك؟ 89. سماعة لو بدون؟ لا معود بزودي يا سماعة. بزودك. زين انت ايش قد جايب بالانجليزي؟ 91. برشومة لو بدون؟ يا برشومة انت شو السولف؟ جايبين سونار بباب القاعة وجايبين كيناين ولا خير عليك. انت ايش قد جايب بالاحياء؟ جايب 83. بزودك اكيد. لا بدون؟ هنا الحكي، ردوا لك لو بدون؟ ردوا لي. 89 شي جيب شي جيب شي جيب. يعني شي جيب صندوق مع طماطة؟ العدالة لمن جايك؟ رد اعرف معدلي شي جيب. سجل سيك. سكلة الإسراء. سكلة الإسراء شنو؟ عامل بناء. أقول لك أنت أثول، أنا درست وتعبت حتى أصير مهندس بعدين أصير عامل؟ لا شنو يابا قبل تري تصير خلفي؟ شوية شوية. حمود فهمني، أنا معترض أريد آخذ استحقاقي، أقل شي لازم أنا مهندس. زيك أنت كلش بطران، تدري أنت عايش بالعراق لو لا؟ اقول لك عراق باكستان هند 89. يجيب هنا هندسه ويجيب هناك هندسه. انت
انت حالتك مثل سعد فاسل. سعد فاسل منه؟ هذا واحد مثل حالتك بالضبط، تخرج وخمس سنين قاعد بالبيت، وراه اشتغل عامل شوي شوي والله وفقه، هسه صار خلفي شكشك. عم عوف الهندسه، شوف لغير شيء. تريد ادنى لو بدون كيفك. سجل عبق الجمال الكوزمتكس. اقول لك هاي الكليه لو صفحه بالانستغرام. لك بابا هاي شركه ماي كوزمتيك، اضبط شركه ببغداد. انت مو تريد الادنى؟ اي ادنى من الهندسه شنو؟ علوم. اي انا اختارت لك قسم الارض. زين شنو الربط بين علم الارض والكوزمتيك؟ لك بابا انت مو راح تتخرج. اي راح تصير عاطل. إيه؟ انا راح شغلك مندوب ماي كوزمتيك، تفتر الارض كلها حتى تبيع للعالم. اه فهمتك، يعني اذا اروح كليه قانون اطلع عزب الفرقه القوميه. صباحي لو مسائي. بالعلوم؟ لك الشفت مال مندوب. حمود بشرفك شوف لك هالكليه. لك شكو باقيين؟ حكومي لو بدون. لا طبعا حكومه وين بيحي الاقساط اني. زين شنو رايك بالتربيه الرياضيه؟ والله التربيه الرياضيه يعني ما تناسبك، يعني مو كلش. ليش ما تناسبني؟ انا كمر 32، هي تدور رشاقه وانا رشيق، بعدين بيها خوش اقسام، بيها طوبه، بيها سله، بيها منضده، بيها كمال اقسام. وصلت كمال جونيه. سجل كمال جونيه شنو؟ لك بابا هذا مسؤول الحمالين الاول بالشورجه، تجار الشورجه بلا جاي يقعدون. هو خريج تربيه رياضيه؟ طبعا الشهاده غيرت حياته اصلا. تعين؟ لا بس اشترى عربانه وقام يحصل اكثر من قبل. قال لك انت مو صوتك شو تداز عليك. ليش؟ دروي راح اكتب بالاستماره بيت. شوف هسه فهمت الوضع. يا وضع ما دام تكتب بيت فراح تقدم عليه اداب فرنسي. شلون بالله؟ وذولا خريجين فرنسي خطيه، حتى كوزمتك ما يلحق لهم. يا زيك وين رايح؟ وين؟ اتذكر ولو بدون. أكثر رسالة جتنا للبرنامج بالأسبوع اللي فات، رسالة راح أقراها بالكامل حتى ما أضيع حق الناس اللي ناجدونا وناجدوا كل العراقيين وناجدوا رئاسة الجمهورية وناجدوا رئاسة الوزراء أيضا. نحن أبناؤكم من خريجي كليات الطب البيطري في العراق كافة، نطالب بتوفير درجات وظيفية لنا ونناشدكم بالنظر إلينا بسبب ما تعرضنا له من تهميش وسلب حقوقنا. كلنا أمل بكم، فإنكم أهل لهذه المناشدة والدعوة، ونظرا لأهمية الطبيب البيطري في المجتمع وتصديه لمئات الأمراض الانتقالية التي تهدد حياة الإنسان وتهدد الثروة الحيوانية وما لها من تأثير على اقتصاد البلد. طبعاً هنا الثروة الحيوانية كلها تفاصيل ما في الموضوع، خلينا نكمل مناهجة العالم. نطالب بالآتي: إعادة تأهيل المصانع والحقول الحيوانية وحقول الدواجن والاهتمام بالثروة الحيوانية، حيث إنها أغلقت بعد عام 2003 وكانت تشغل الآلاف من العمال وتسد حاجة البلد. تحديد عمر الخدمة في دوائر الدولة لمنع احتكارها. تعيين مجموعة من الأطباء البيطريين يوزعون على المستوصفات البيطرية في المحافظات كافة، شمول الأطباء البيطريين بالتعيين المركزي أسوة بالمجموعة الطبية. تقليص عدد كليات الطب البيطري في العراق ورفع معدل القبول في كليات الطب البيطري، نسخة منه لرئاسة الجمهورية العراقية ومجلس النواب العراقي. ذول الناس فعلا ممكن يخدمون العراق بطريقة ما يتصورها أحد، لأن الثروة الحيوانية بالعراق بيها مكاسب خيالية. لكن كنا نعرف المشاكل السياسية، سيطرة بعض السياسيين على هذا القطاع ومحاولتهم أنه يستغلون المشاكل اللي تصير به حتى يتربحون من عنده، هو اللي يخلي هذا القطاع حال القطاع الزراعي وكل القطاعات الثانية، الصناعي والتجاري والتبادل التجاري، كله محصور بيد السياسيين حتى يستفادوا من عنده. ذول الولد والبنات اللي يتخرجون من هاي الكلية لازم يأخذون حقهم مثل ما الطبيب العادي، مثل ما الصيدلاني، مثل ما المهندس، مثل ما كل الناس اللي يتخرجون ياخذون حقوقهم بالكامل. هسه اكو واحد يتخرج من كليه وما يقدر يمارس مهنته، ما لها تاثير بالمجتمع، بعدين ايش من تعينوهم؟ العراق مليان حيوانات، مليان. شوف استطلاع علاء الابراهيمي، والله استطلاع اسولف لكم على علاء الابراهيمي. لا زال الشعب العراقي يعاني من الفيتر، لذلك سنكون اليوم في خضم المعاناة مع المواطنين. شو يقولون؟ تعالوا يعني في هذا الاستطلاع. حلوة؟ اليوم أكو معاناة عند المواطنين، يقولون الفيتر قاعد يأخذ هواي. لا ماكو شيء، كل من يشتغل على قد اللي يعرف سعر العمل. كلهم قفاص يفكر شلون يقطه. إذا شغله زين فهو ياخذ فلوس وما يزود براغي. روح جيب لي فلان شيء. يعني هاي النظرة عن الفيتر خاطئة؟ لا خاطئة. كلهم قفاص يسويك حق المال تجارب. مو شرط، كل من يشتغل بما يرضي الله. كلهم قفاص يفكر شلون يقطه. أجي ليش دائما النسوان تعلسني باللقاءات؟ ما يقبلني يسوون لنا لقاءات. إذن أجي أخرى تعلسني. ننتقل إلى علسة أخرى أو مواطن آخر. هاي قفل من الباب. هاي صار لي افطر بالساعتين ما اجي. خلك فر، هاي فرت الصنعه كلها وراجع لعنده. تشتري راس روط بانجليزي يا مرسي.
ب20,000 الفيتر ياخذ 25 على شد راس الروت. كلهم قفاص. مو مثل احنا الثموم. وانت كامش تطل الباب مثل الجرايد الدخان. مرات شغله بسيطه يقول له روح بالساعتين ثلاثه وتعال. هي هاي اللي خذ لك فره وتعال. هي هاي وخذ لك فره وتعال يريد يقطك. دراجه احسن لي واروح لي. كرهت سيارتك؟ انا ما اريدها بعد، قلت له خذها لك. كرهت السيارات من ورا الفيتر؟ الله شاهد كرهت. على الابراهيم يعوف كلاواتك. رحت تسوي استطلاع على الفيتريه مو؟ لان الناس بالسوق اللي بسوقهم ما يسوون هناك لقاءات مو؟ هاي خوش دربونه جديده. من يقول ذولا فيتر اللي التقيت بيهم؟ مصداقيتك وين بالله؟ من ما يقول جايب ربعك وجماعتك وهذه؟ احنا نريد استطلاع بالسوق، نريد استطلاعاتك بالاسواق بين الناس تحديدا. وين البنات؟ كل نيه تسوي لك لقاء عليها فلوس. تخيل شوف شلون داغري كاني وانت سويت نعسه وانا اطلع الفاصل. بنطلع الفاصل بوم بوم وارجع لي ورا. يلا نطلع الفاصل بوم. لك جاب الدومنة على المحرك. ها شنو؟ ها دور جهار. شو يسموه بالدومنة؟ يسموها جفتة. غير دا جفت المحرك. وإذا أقول لك شيش المحرك شو تسوي؟ أذب للشاشات كلهن. وين اللقمة اللعابة؟ انطيتها للجهال. لك ليش انطيتها للجهال؟ مو لعابة قابل إحنا جهال نلعب بيها. يعني إذا أنطيك هورن بوش تودي لأمريكا؟ لا شنو أنا غبي؟ عفية يا ابني شريدك. هي أودي البوش قبل. هالبيجامه شكو تلبسها؟ مو 100 مره قلت لك لا تلبس البيجامه بالشغل؟ ليش لابس البيجامه؟ انت مو تقول لي دائما نام جوا السياره؟ بابا لا تاخذ الامور حرفيا، يعني من اقول لك ضب البرغي شنو ترزله؟ طبعا ايش قد شايف اغبياء بحياتي؟ ايش قد تقريبا؟ بابا ما داعدهم انا دا رزلك، ابد ما شايف مثلك غبي انا، ابد. خاف تجاملني. باع لك، انا مشغلك هنا لخاطر عمك، والبارحه عمك خابرني وقال لي بعد ما لي علاقه بي طرده. خابرك من اسيل وكورك. يعني انت همك اسيل وكورك ومهمتك الطرده. مو الدقه كلش مهمه. تعال فهمني، سولف لي سالفه غريبه، يقول لي الحرامي طافر عليهم وديبوك بالبيت وانت قاعد تفرج عليه، ليش؟ استاذي مو بالمثل يقولون مال عمك لا يهمك؟ زين هسه من طردك انت وين لافي؟ انا رحت يم ولد غربه ما تعرفهم. وش دا تسوي هناك؟ دا اكتب روايه. لك انت غبي انت جابك على الروايه. مو أبو المثل يقول لك يا غريب كون أديب. روح روح راوني عرض شتافك. روح ها قيس. لك دا أفصل لك بدلة تفتهمني شنو؟ دا أقول لك بعد ما أرد أشوف وجهك بالشغل. يعني ألبس قناع واشتغل؟ لا خلي فهمك وأشرح لك. أنا أبو الشغل، أنت عامل عندي، أنا ضجت منك دا طردك هسه. إيش تقصد؟ شو أقصد؟ شو أقصد؟ روح بابا روح، روح جيب لي اللقمة اللعابة. روح خلي اشوف الجهال وين. ايش مسوي بروحك؟ ليش صابغ روحك؟ لا انا كلين مال وكاله، يعني ما بيه حادث قطره صبغ ما بيه. بعد شنو وقع عليك الكنتور وزرقيت؟ استاذ انا جني. شنو انت ما سامع بالجني؟ وهذا المصباح مالتي. انت اللي تطلع على الدين. والله كتلتوني بعلاء الدين، يا اللي شوفني احكي لي هذا الحكي. ليش محسسيني انا وعلاء الدين رعد وميثاق؟ اي هو ابن عمي. زين انت وين سيارتك؟ شو اصلح لك؟ هاي سيارتي. اليوم حلم وانا مخابيل طلعت علي غير افتهم. وهذا شو تدير له؟ بنزين محسن لو عادي؟ لا استاذ هذا ما يشتغل على البنزين، هذا يشتغل على الزيت. تقرا له حمس. يعني وش بيه بالضبط؟ استاذ من اشغله واريد اطلع من عنده عتعت. زين انت تدير له زيت مستورد لو فل؟ والله استاذ يعني هل موجود بالسوق؟ وتعرف شغل ماكو والامكانيه يعني شويه صعبه، حطيت له زيت ما شعر ومشطه قبل ما تشغل ولا. شنو هاي لاعبين بيه طابه هذا؟ الله وكيلك استاذ ما حد لاعب بيه. من البيت الجهنم، من جهنم للبيت. هذا طلع دخان؟ اي يعني كانت دخانه قليله بس هسه كلش زادت. ليش؟ مو اخير مره ما لقيت زيت، درت له دبس قام يبخر. طبعا يبخر لان خبط بين دبس. وهسه شو اسوي؟ لازم تجيب لنا غاز جديد. هاي شنو؟ شنو؟ هذا يوصوص بالمشي؟ والله استاذ يعني بس بالطسات. الفلاوين معوج. شو عوجه هذا؟ وانا مخلص فلاوين اصلا. شوف عيني، تروح تجيب غاز جديد ودهن جريز وفلاوين.
بس لازم تروح على التورنتش حتى يشرخ لك الجاسكت حتى يقعد تمام. استاذ هي عتعته مو تحس الغراض هوايه؟ تعال بعد صلح بمكاني، اذا ما عجبك روح عمي، هذا مصباحك روح صلحه بغير مكان. لا لا استاذ ايش قلنا لك؟ هسه راح اجيب لك الغراض. جاسكت، فلاوين، دهن قريز. هاي شنو؟ هاي مرت الغراض جبت لك اياهن. الجاسكت مشروخ؟ اي مشروخ ومثل ما تريد. لا ذني الغراض مو اصليه، ما اشتغل بيه، ما اشتغل بدمك. لا ذني الغراض اصليه. حبيبي مو اصليه. اخوي اصليه. دا اقول لك مو اصليه، شنو تفهمني بشغلي؟ اسمع لك. تصلح لي وبظرف ساعة وغصن ما عليك. لك شنو بظرف ساعة؟ لك شنو هذا الفشار؟ شنو هذا الغلط؟ لا مو بس هيك، تصلح لي بذمة وضمير. لك شنو بذمة وضمير؟ بعد فدوب، قول له صلح لك مرة واحدة تروح وبعد ما ترجع لي. استاذي اللعابة جبتها خليتها بالتزقة، بس اللقمة أكلتها. أنت غبائك ما له حل. لا استاذي لا. ماكو شيء ما له حل، أنت بس تعب نفسك شوي. ظم 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 رجع نفاصل بس داقة تعليقاتها ما لخلق أرجع منك. وهاي أول تعليق من حمودي يقول والله والله صدق أنتم مصعد لوغية. لا ودرت سيزية همينة مش عبالك. تعليق جناني أوس رجع الأقلام. هواي تعليقات جت ورجع الأقلام. شباب كافي نهدأ نهدأ قليلا لأنه أوس رجع أقلام خلاص بعد ماكو مشكلة. تدرون كل ما أشوف ضرغام أتذكر حبيبي لأن ضرغام نسخة ثانية من حبيبي. أنت حبيبي تشبه ضرغام عادي يعني عادي بالدنيا واحد يحب ضرغام يعني. ضرغام لا يتبطيخة بالحب قصدي غير جزان الناس شكل ضرغام متوهم بي ضرغام. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. أوقف لحظة إيش تريد؟ يعزف غير يعني تجاع على مود تقرير بعدين يا تقرر العزف له بالربابة بعران؟ لا احنا البعران عندنا موجودين الحمد لله. يلا بس التقارير ما موجودة نعزف؟ انت المفروض تقول لي حتى نحضر مراية حتى تباع البعير وتعزف. انت طيب بيش مأجرها هاي؟ بألف دينار. هاي بألف دينار؟ ايه مو هاي وتر واحد هاي يعني هاي مو مهمة. فأنا بس دا اقول لك انه كبنية دا تقول انه انت تشبه حبيبها مع الأسف عليك وعليها طبعا تقدر؟ اي والله العظيم تخيل يعني طلع من عدا يعني ما اعرف سايبها سائلي هاي ضرغام ماك تقرر روح زين اقول لك شغله ليش ما تشتري هاي ب 25000 شنو فائدتها ترى شوف هاي شباب اول شغله تقدر تثرم عليها زراطه يعني فوائد اخرى الشغله الثانيه بسك مشاه شكرا تحط عليها لحم بعجين فرن يصير حلو الشغله الثالثه نزل راسك اها اي بق تكتب بيها بعد بيها فوائد هاي تكتب اسم صديقك وتوقف بالمطار هلا وشوكم اعرف اسمه من هنا اي والله ما أقدر أنا. يلا أروح وأرجع لك. رخص. مع السلامة. ربابة جايب. أقول لك بابا. اسمع اسمع. تتشل. شكراً مارد. ألبس حزام روح. كنت قافل. مو طلعت روحي زلاطة وين؟ أنا كل أسبوع أقول زلاطة إجا. زلاطة رجع زلاطة شفص زلاطة قعد زلاطة وقف زلاطة طب من دن على أبو زلاطة راو زلاطة. زلاطة زلاطة هسه انا شورطني بهاي السالفة هسه انا ما اجوز لك يا محمد زلاطة زلاطة طلع الله اللي يستر حنبص بالباب وانا ما ادري يا قدارك يا ربي ماما لا تحسبين حسابي على العشاء وقولي للبابا زلاطة راح يشتاق لك زلاطة انا وقعت بمصيبة سودة وأنا موجود؟ زلاطة الباحث تحت شوية بنية بالكاميرا وغمتك وقالت على وجهك مستعمل يا ريت لك تحت شوية بنية بالكاميرا أخذت للمحادثة وصورتي سكرين شوت وغمت صورتك وقالت على وجهك مستعمل يا ريت راوتها لأخوها وأخوها غمك وقال على وجهك مستعمل يا معود أخوها دي يدور علي دا يلقفني يسحبني سحل يدور عليك حتى يلزمك ويغمك ويقول على وجهك مستعمل لك زلاطة طلع وجهي من راسك الله يخليك أخوها دا يلقفني لو يدور مني فصل عشائري لو يذبحني وأنا وين رحت والنعم منك أبو الزلط لا زمان يعني من ذبحك أنا وين كنت بعد ما ذبحني زلاطة شنو الموضوع بشرفك هسه تروح تخلصني من هاي المصيبة الشقة شقة تسحلة بالشارع تشفص المصارين تدمرس زلاطة وقف هذا اللي كنا نترينين اليوم لا زلاطة بشرف وقف سجل وياها شقق هدومه ورد الأنستا مال أختي وبيا قسم الدوم واذا بيها مجال السناب بشرفك يا زلاطه لك ابو دليفري اني
ايش احسن لك اللي ينضرب الدفتر بوجهك يا عار. خلاص اشتري له لك بلاش. زلاطه ده يحقق. والزوج يجاوب. جاوبني بسرعه، تعرف اخوها وين ساكن؟ الحاله الزوجيه متخرج لو لا؟ لك زلاطه شنو عندك؟ عرف بمصرف تريد الشغله؟ اي اعرف وين هسه وين يداوم وخرج كل يوم متزوج. زلاطه ما يتعارك ويا واحد قدام اطفاله. زلاطه اطفاله خارج العراق. زلاطه ما يتعارك ويا واحد اطفاله مو يمه. زلاطه اطفاله يروحون ويرجعون. زلاطه ما يتعارك ويا واحد اطفاله ما مستقرين. زلاطه توقف لي دا دور واحد غيرك. وترى شيها الاماني. اذا تكررت هاي الجمله ابيعك اقراص مشخطه باب شرج. تعال دليني بيتهم وشوفك الامهات شلون جابت الزلم. قيصريه غير؟ زلاطه طبيعي. امشي دليني. زلاطه وصل. الله اللي يستر. هو هذا اخوها؟ لا زلاطه هذا اخوها. ما يصير هذا؟ لا زلاطة ما يصير، هذا أخوها. خاف مشبه. والله ما مشبه زلاطة، هذا أخوها. بعد شنو زلاطة؟ هذا أخوها والله. زين لأخوك شلون تحسبها؟ أبو معارض أنا يا زلاطة. حنبص أنا عبد القيزر مشتغل الطبي وجيك. زلاطة وين رايح لك؟ هذا أخو جراجف. شو اسمه؟ جراجف. لك أنا بنية اسمها رهف ما دافعت لها. أطلع أتعارك على مد جراجف؟ لك لا، هذا اسمه الدلع مالتها بالجنسية اسمها نواشف. حنبص مو تدري انا مسوي دايت؟ انا رايح. لك استمر الدايت مالتك علي، ايش بيك؟ لك بس خلص منه بشرفك. تريد اكسره؟ لو افلشه؟ لو اشرد؟ لا زلاطه وين رايح؟ الله يخليك، لك بس خلصني منه بشرفك. اشكل لك يعني. انت شوف شنو يفيدك وسويه بشرفك، بس خلصني منه، الله يخليك زلاطه. زلاطه راح له. الله اللي يستر. فوت لزلاطة. لك هاي شنو؟ تيهدده؟ زلاطة تورط. تاج راسي محتاج شي. سلامتك كتكوت. زلاطة نهان. يعجبك أوصوص هقدر. تريد لك فضمي. زلاطة راح يكتهن. هلا لك بعد زلاطة شلون قام يهدده؟ أنا اللي بسطت هداك العار اللي تحارش بأختك البارحة وقطعته تقطع. تحب أجيبه بنفس لو منتهي لو أشكل لك. هذا سويت على مودي؟ جاب لك عار. قل له إذا تحكي وياه حنبص أكسرك. شلون؟ على مود أختك، لأن أختك أختي وأنت تاج راسي، لازم أدافع البنات المنطقة. ليش أنت بيتكم بالمنطقة؟ لا. وترى شي هالاماني لزمت لهذاك العار هيجي. لك موت موته زلاطه. طبعا خسى عنك انت يا اخو خيته، وانا اعتذر لين كامشك منها، بعدين جريته هيك من راسه. لك باش. خسى عنك طبعا. هذا الشامبو كلش مميز، منين جايبه؟ بعدين خسى عنك طبعا، انت تاج راسي جريته هيك. اقول لك بيك حد تنزل بالقاع او لا؟ اقول لك تعوفها تولي. اطيح لك حظه والله العظيم. عافيه زلاطه. ايش اضل اسوي له؟ ايش هيك بس ابقى يومين اسوي له هيك عادي، ما عنده مشكله. لك بعد زلاطه شلون ذله؟ اذا ما تجيب لي اياها هسه انت تصير حصتي. تامر امر. هلا اجي. لك زلاطه باش. هلا بتجي لك والله ازد زلاطه. خوب كل شيء صار قدام عينك. عافيه عليك زلاطه. انزل له. ليش زلاطه؟ يريد يعتذر من عندك. صدق تحكي؟ زلاطه ما يكذب. انزل له. اروح لمأمن زلاطه؟ بس لا تنطي مجال، ضربه راشديين تسحب جنسيته، يعتذر منك وتجيني. هاي ايش قد تافه؟ قلت له اسحب هويته بالاول. ما يسمع كلام. هذه خريطة العراق من هنا. اوكي. هاي هنا. اوكي. المخدرات منين تجي؟ منين تجي المخدرات؟ هنا تركيا. هنا ايران. هنا السعودية. هنا الاردن.
منين تيجي المخدرات؟ سيك ليش ما تجاوبني؟ انا ما موجود. ليش انت وين؟ هناك يم الثلاجة. حيل، شو تسوي يم الثلاجة؟ المفروض عطشان. لا تتحرك، جايك. وصلت؟ وصلت، بس دا ادور عليك انت ماكو. زين دور يمنى يسرى. ماكو، ما دالقاك. ليش انت وين؟ انا يم الثلاجة. وانا رجعت اقول لك. احنا مو لازم نسوي بروفة؟ المفروض لازم نسوي بروفة لين عندنا حفلة. بالعكس. ها؟ بالعكس. نفس الشيء، اثنيناتين سوى الاحتكاك. مو دا اقول لك بالعكس، عدلها. شنو هذا الصوت؟ والله جرب مرة ثانية. خلونا نجرب. شنو هذا الصوت؟ هاك دمبل بس طفيه وشغله. هاك طفيته وشغلت. مرة قلت لك ما نشرب شيء واحنا عندنا شغل وانت ما تسمع كلامي. شش، اجى المطرب. استاذ نبلش بروفا؟ ميع ميع ما 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 ميع ولا تبيع ميع هوي 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 بي عبار زبايون. الجت اصلي. حاول تخلص حفلاتك كلها قبل عيد الكبير وراح نشتاق لك. الأقصد نمرة حياتي، أنا دخلت باسم ونص وتورطت. والله لو سمع كلامي، بس من يومش قوية. أقول ليك جايبة الألاينر الوردي وياك؟ الجنطة مليانة من العلج للصاروخ. بس أنا خايفة من شي، أخذت وجبة كيلودات وسترابلس وبديات وخايفة ما لحق ألبسهم. ليش تكومين بالهدوم؟ جبتي حفاظات للجهال؟ لا عيني، لعد شنو شغل الرياجيل؟ سيك، دولة كانوا رياجيل مو؟ الصورة آخر رجال المهيكانز، بس الصوت كلام نواعم. عندي استفسار. قول. هذا الصنف جبته شو اسمه؟ تحالف البناء. ليش؟ لأن كل شي تتوقع تشوفي. أنا عندي مشكلة. وهي؟ أنا دا أحس رجلي فوق شتافي وخشمي جوا صرتي، يعني تقريبا دا تنفس من معدتي. أنا مشكلتي أكبر، أنا دا أحس الجهاز التنفسي مالتي بفخذي، بحيث إذا تخلي إيدك على رجلي أختنق. Thank you.
اكل قول عاد. اجى المطرب راح المطرب، فات المطرب طلع المطرب، من دن على ابو المطرب شيني هاي. قبل الختام احب اذكر انه اللي يريد يتواصل ويانا على مواقعنا الظاهره اسفل الشاشه، لان هواي ناس تواصلوا ويانا على قضايا مهمه وطرحناها والحمد لله والشكر جابت نتيجه. احب ابشر عوائل المصابين بالسيستينوسز انه وزاره الصحه بعد ما عرضنا الحاله مباشره تعاقدوا على الادويه. انور اللي عرضنا حالته بالحلقه السابقه ايضا راح يبدي يتعالج هذا الاسبوع. العلاج راح يكون في المركز الطبي الدولي الكائن في ساحة الواثق. هواي ناس سألوني عن المركز، احنا راح ننزل معلومات كاملة بصفحتنا على الفيسبوك، وراح نتعرف اكثر عن المركز لما انور ان شاء الله يبدي يتعالج هناك. التصميم اللي طلبناه من الجمهور وصلتنا تصميمات كلش لطيفة، بالحلقة الجاية راح نشوف التصميم اللي اختاريناه للعودة مع مجلس النواب. بس كون ينزلون الغيابات، حتى لو ما تنزلوها اكو جلسات تنعلن بيها من هناك ناخذهن. وراكم وراكم، شوفكم بحلقه جديده، ونقول لكم في امان الله. دكتور انا حياتي متعبتني كلش. شلون؟ شايف من تسوق كلش هوايه؟ كلش هوايه. وابو المحل يطيق علاقه يدتها خيط كلش رفيع، تحزها لإيدك. تحز إيدك. هاي حياتي، شايف من تقعد عند الحلاق ويشد لك الوزرة. وزرة؟ وخشمك يقوم ويحكك وأنت ما تقدر تحرك إيدك. تقدر تحرك إيدك. هاي حياتي. مو حاجة. زين شو تريد مني؟ أنا شفت البيج مالتكم على الفيسبوك وسولفوا لي عليه هواي. قالوا لي ما حد يفيدك غير مختبر أبو كل شيء. وأنا بالخدمة. قبل لا نحكي، أنت صدق اسمك أبو كل شيء؟ إي نعم. عندك أميري؟ يا أخي اسمك مال أسواق. لطيف. ابن كبير اسمه كل شيء، وعندي بيشي وعيشي وفتشي وبنت صغيره الله يحفظها كلاشي. دكتور انا مشكلتي بالحياه انا ما اعرف اكذب، بحيث انا عندي مشاكل ويا امي، عندي مشاكل ويا ابويا، عندي مشاكل ويا حبيبتي، وحتى بالشغل متبهدل. ما تعرف تكذب؟ طبعا. اثبت لي. اسالني. شنو رايك بي؟ خبل. انا خبل؟ انا خبل؟ اجابتك صحيحه فعلا انا خبل، بس لا تخبلني اكثر. شلون واحد ب 2018 ما يعرف يكذب؟ شلون واحد عايش بالعراق ما يعرف يكذب؟ تشك ما جه. شنو فزت بالمطرقه؟ لا هذا الصانع مالتي. من لا ابوكم ولا ابوكم ولا بشغلكم ولا بتشك ما جه. شغل لك لو ميته علي من انت تكذب. حبيبتي رومانسيه وشكاكه، تخبرني تقول لي الو منو بهاي العين منو بهاي الروح، وتختمها انت وين؟ يا حبيبتي انت لو تتغزلين لو تحققين ماكو اثنيناتهن، تاليها تزعل مني. شك ماتش طقتين على الحبيبه. لان على ابوكم لا ابوكم لا ابو حبيبتكم لا ابو شك ماتش. خابوا حبيبتك. الو منو بهاي العين؟ منو بهذا القلب؟ منو بهاي الروح؟ أنا وين؟ حبيبي أنا جايج، جاي بالطريق، طبعاً أريد أخطبك. راح تخطبها؟ طبعاً لا، شبيك؟ لطيف. يما يما يما، حبيبي وين أضمه؟ أضمه بالبستوقة. أي واحد يجي بوقة ما عنده مشكلة. يلا حبيبي جايج. باي. لأن على أبوكم ولا أبوكم ولا أبو كذبكم ولا أبو تشك ما شك. لك هاي شنو مستحيل؟ هاي طقتين صرت مزريب ما كذب، لحد البرلمانيين شلون؟ البرلمانيين كل واحد جهازه وياه، وزيدك من الشعب بيت، ياباني أصلي، باع شو تريد؟ أريد راتبي يكفيني. وهاي يحتاج لها مختبر واختراعات؟ يا أخي اقتصد اقتصد. هاني اقتصد، بس عندي صديقي رائد الدين عنده مثل البنادول، ورا كل وجبة يجي يتداين مني. واني ما اقدر اكذب عليه واقول له ما عندي. اعطيني 50000 محتاج 50000 دايني هذا جانك محتاج. دمرتني تدلل هسه اعطيك. لان على ابوكم ولا ابوكم ولا ابو الخمسين ولا ابو تشك ماتشه. رجعها بجيبك رجعها، لا تصير قشمان. تشك ماتشه.
بدنا على ابوكم ولا بابوكم ولا بالدين لابو شكمشة. ثلاث طقات على اصدقاء. خابوا على اكثر واحد يتداين منك. الو هلا رائد، انا كلش محتاج فلوس، محتاج 50 60 70. طف الجهاز طف الجهاز، راح يطلب مليون. لان على ابوكم ولا بابوكم ولا بالمليون ولا ابو تكبشة. اقول لك هذا ليش هيك ضايج من عندنا؟ هذا انطيته خمس طقات صراحه وهيك صعبي. ليش الصراحه شو تسوي؟ تخليك بعد ما تخاف من احد. انا حبيت الصراحه، ما اريد كذا، بطيني صراحه. لا مو زين عليك الصراحه. انا اريد صراحه. مو زين عليك الصراحه راح تاذيك. انا اريد الصراحه، ما اريد كذا. الصراحه بالعراق تعبك يا اخي. اريد صراحه. ما انطيك صراحه. لا انا لا ابوكم ولا ابوكم ولا بناتكم ولا ابو تكمشه. لا لا انا لا ابوكم ولا ابو مختبركم ولا ابو اني ولا ابو تكمشه. لك بس انت صديقي، انا على ابوك لا ابو عرفني عليك لا ابو جابني اللي هنا لا ابو تكمشه. دنا على ابوكم ولا ابوكم ولا بناتكم ولا ابو تكمشه. لا ابوكم ولا ابوكم ولا اختراعاتكم ولا ابو تكمشه. هذا البرنامج برعايه مشروب الطاقه فاير بول.